السلام عليكم البنات، كده مزيان كيبقيتو؟ المهم جيت اليوم نشارك معكم معكم واحد واحد جيلي كيجي طويل. المهم هنا طويت التوب على 4، جبت الجهه المفتوحه جبتها لعندي، وهاد البلاصه مسدوده. هنا عندي جهه مفتوحه وجهه مسدوده، حيت جيلي غيجي مفتوح من القدام. غناخد اول حاجه كنخدمو ب كناخد 8 هنا العنق، ندير فيه 8، والكتاف غندير فيهم 20. تيعجبونيش الكتاف هابطين، كيعجبوني الكتاف هكا واقفين. هنا غنهبط بجوج التكويره ديال العنق ديال الظهر، وهنا غنهبط بثلاثه. هنا غنسطر هاد البلاصه ديال الكتاف، غنجي لهنا. شوفنا كي غندير لها، غنجيبها واحد شويه لقدام هكا، ما نجيوش من هنا وغنطلع، عاد غنجي لهنا. بغيت تصوبها بيروكي صوبوها بهذه الطريقه هذه. دابا شنو غندير؟ شوف الطريقه اللي غنخدم بها، شوفوا الطريقه اللي غنخدم بها انا ساهله. اش كنجيب هنا؟ شوف هاد البلاصه هذه الفوق، حطيت من هنا لهنا العنق، ومن هنا لهنا النص ديال الكتاف. شوف زعما نجي هكا، غنجي هنا غنطلق الربع اللي عندي. المهم انا الربع عندي فيه، غندير فيه 30 بحال هكا، غنطراسي 30 ديالي. اسهل كورساج ممكن انكم تخدموه، ولا ضبطتوا هذا الكورساج هذا تخدموا به الزجلال، تخدموا به الكساوي، تخدموا بهم، تخدموا به اي حاجه. صافي، اذا زدت درت 30 شنو غندير؟ هذيك 30 خصني نهبطها نيشان، هاد 30 هادي غنهبطها نيشان. شنو غندير باش نهبطها نيشان؟ غندير لها واحد غنبغي نعبر هنا، غنجي هنا نعبر 30 بحال هكا، وغادي نطراسيها، وغندير واحد الخط بحال هذا. صافي، طلقت هادي 30 اللي عندي، هبطت بها نيشان. غنجي لهاد النقطة هادي ديال الكتاف، هادي اللي هابطن بها بثلاثة ماشي من الفوق، من هنا غنحط المتر ديالي. شنو غنحط تما؟ غناخد الكتاف، كناخد الطول ديال النص. راه الكتاف كنحطو هنا النص، مكنحطوش الكتاف كامل. هنا عندي 20، كنزيد عليها. إلا كنت غندير الكمام غنزيد عليها جوج، إلا كنت غنلصق الكمام مع الكورساج غنزيد جوج. أنا هنا ما عنديش الكمام، غندير نخليها غير هكا. شنو غندير؟ نقدر ندير نزيد غير واحد، نقدر ندير غير جوج. اللي بغات هنا الجيلي ديالها يكون عريض من هنا، الا كانت عندها تلسها فوق الحوايج ولا شي حاجه خاص شي شويه عرض. ما كانش غتلبس حدا فوق شي تحتو شي حاجه اللي الا كانت شي حاجه مزيره من الداخل غتزيدي غير واحد، ولكن الا كنتي كتلبسي من تحتو شي حاجه عريضه زيدي حتى لثلاثه. المهم هنا نزيد جوج برك، غنزيد جوج. كنت غنزيد واحد ولكن من الاحسن غنزيد ثلاثه. نزيد جوج، كنت غنزيد واحد، دابا غنزيد ثلاثه، حيت انا هذا كنلبسو فوق الحوايج. شنو غندير؟ كنحط، شوف كنحط المتر ديالي الواحد هنا، وهذاك العبار اللي زدت النص ديال الكتاف اللي هي 20 غنزيد عليها جوج، غنحطها، غنشوف فين غتجيني مع هاد النقطه هذه، مع هاد الخط هذا اللي درت ديال هنا اللي النقطه ديال 30. هنا جاتني، صافي مفهوم. شنو غندير دابا؟ غنولي هاد النقطة هادي غنجيبها لعندي نيشان. باش نجيبها عندي نيشان غنعبرها من هنا لهنا، غنحطها من هنا لهنا باش نسطر ما يجينيش عوج. هنا غنجينا شي 22، هي هاديك عندنا 22، غنجي لهنا وغنحط 22 ديالي، وغنسطر بحال هكدا بحال هكدا. غنشد هاد النقطة هادي باش نعرف أنا شحال بالضبط غنعبر من هنا لهنا. 10، غنجي لهنا وغندير 10 ديالي، وهاد النقطة هادي كنطلع هكدا بحال هكدا. نعاود ولا خليتها نكمل ولا نعاود لكم بالأحسن باش تعرفو؟ أول حاجة شنو درت؟ تنيت التوب على 4، هاد البلاصة محلولة وهاد البلاصة مسدودة. علاش هادي محلولة؟ حيت أصلا عندي الجيلي غيكون مفتوح من تما. من هنا لهنا حطيت 8، دائما كنحطو 8، من هنا لهنا كنحطو 8، من هنا لهنا كنحطو الكتاف مقسوم على جوج زائد واحد ديال الخياطة، من هنا لهنا. هادي مزيان. شنو اللي زدت واحد النقطة واحدة أخرى؟ اللي هي من هنا لهنا 4 ديال الدورة ديال السطر، من هنا
لهنا الربع ديال الدورات الصدر، وجيت من هذه النقطه هذه وهبطت نيشان صافي، من هذه النقطه هذه هبطت نيشان لهنا. المهم هذيك كيفاش حددنا هذه النقطه هذه، كيفاش حددنا؟ شوف هنا بالنسبه شوفوا بالنسبه للبلاصه ديال فين غنحط الصدر كتطلع راسها، ما كنحفش ما كنعبرش البلاصه كيفاش غنحط الصدر، لا من هنا من هذه هاد المسافة هادي حطيتها، هبطت الخط نيشان، جيت لهاد النقطة هادي وحطيت المتر ديالي، حطيت المتر ديالي شنو درت فيه؟ شنو العبر اللي حطيت هنا؟ العبر اللي حطيت هنا، العبر اللي حطيت هنا، حطيت نص ديال الكتاف اللي هي 20 بلا 1 سنتيم ديال الخياطة، نص الكتاف اللي هي 20 زدت عليها 2 سنتيم. الكتاف النص ديال الكتاف زائد 2 سنتيم كنحطها هنا، ممكن نحطها هكا، ممكن نجي من هاد النقطة هادي ونهبط هكا بجوج النقط كيما درتي غتلقاي نفس المسافة هكا، كتهبطي من هاديك النقطة اللي الفوق لتحت لهاد النقطة هادي هي اللي تتحدد لك كتحدد لك خط ديال الصدر صافي، هادي هي اللي تتحدد لك الخط ديال الصدر، يا يعني إما كندولها هكا ولا كنجيو من هاد النقطة ديال الكتاف ونقلبو فين هي النقطة اللي غتلاصق لنا مع هاد الخط هذا اللي هابط صافي. شنو درت؟ درت هاد الخط هذا خصو يجي هكا نيشان، ما يجيش عوج، ما يجيش هكا، يجي هكا، وهبطت هاد النقطه هادي نيشان ودرت بحال هكا. شنو غندير دابا؟ غنعبر 5 سنتيم من هنا لهنا، و 5 سنتيم من هنا لهنا، وغنطلع من هاد النقطه لهنا ب 3 سنتيم، غيوليو عندي 3 نقيطات. هادو بالنسبه للناس المبتدئين. نشوف باش نوريكم بالضبط كيفاش غديروا الحال. كتشدي الميتر كتحطي هكا 5 سنتيم، كتعبري 5 سنتيم هنا، كتراسي النقطه ديالك هذه الاولى، كتجي عاوتاني من هنا وكتراسي كديري النقطه ديالك وكتحدي 5 سنتيم ديالك، هذه مزيانه هكذا ممكن ديروها. بغينا باش نجيبو ديك التقويره هاد التركيز يكون الدوره ديالو معاوطه، غنجي لهنا وغنعبر 3 سنتيم وغنحط النقطه ديالي. دابا ولاو عندي 3 نقاط، الاولى الثانيه الثالثه. شنو غندير؟ غنجمع هاد النقاط هادي، ندوز من هنا وندوز على هاد النقطه هادي ونمشي لهاد النقطه هادي ونخليها طالعه هكا. هذا هو التركيز ديالي. هذا ديجا كنت خدمته معاكم في واحد غير في الورقه، كنت شرحته لكم هذه كيفاش كنحصلوا على التركيز ديالنا. ما كنعبروش الهبطه ديال الصدر، ما كنعبروش. المهم هذه اسهل طريقه ممكن انكم تخدموا بها جميع الكورساجات. نتمنى نكون فدتكم. اللي بغى يكمل الفيديو انا نولي نحط لكم فيديو ثاني باش ما نجيبوش طويل بزاف. غنحط لكم فيديو ثاني كيفاش غنفصل الكماله ديال هذا، كيفاش غنفصل هذا الجيلي هذا. يا الله، الله يعاونكم، في امان الله.